طب اقول لحضرتك اللي بيتقال في اوساطنا كده اللي ايه يعني مش الاصحاب العلم، الناس العاديه كده. اتفضلي. يعني لسه قاريه بوست النهارده تحديدا لاحد الزملاء الفنانين المحترمين الراقيين الاستاذ سامح حسين. نعم. قال لك انا لازم اعمل قايمه لبناتي، انا مش عايش لهم، اضمن لهم حقهم ازاي بعد مماتي؟ لا انا اضمن بحسن اختياري لمن يتقدم لاخذ بنتي. من ترضون دينه، يبقى عنده دين، عنده ضمير، عنده خشية من الله سبحانه وتعالى بأنه أخذ هذه الزوجة، لابد أن أنا أحسن عشرتها وأحسن معاملتها معها، وأن أنا أحترمها وأقدر ما تقدمه لي من خدمات ومن عمل ومن صحبة ومن صحبة. أيوة. إحنا عايزين نثبت في المجتمع المصري القيم الأخلاقية لبيت الزوجية، مش بالورق إنما بالسلوك وبالتوصية وبالتأكيد على القيم الأخلاقية السلوكية في داخل البيت. أن تكون الزوجة المطيعة المحبة لشريكها، وأن يكون الزوج المطيع المحب الذي يحمي هذه الشريكة. هو ما اشترهاش. أيوة. ولا جاب خادمة أبدا، هو جاب شريكة عمر. لابد أن نصحح الوضع. الذي يتقدم لبنته ويتزوجها وأخذ شريكة لعمره رحم لأبناء المستقبل، ومن هذا المنطلق يتعامل مع هذه الزوجة بأنها شريكة عمر، أنها أم لأولادي ومستقبلي أنا وهم في إيدها في تربيتها وفي تعاملها معانا. إذا إحنا أحسننا السلوكيات السوية للبيت ولشريكة العمر ولشريك العمر، انتهت كلمة قائمة والورق، والورق ده لا يحمي حد على فكرة. طيب ما هو حضرتك يعني لو احنا في زماننا اللي احنا عايشين فيه ده مشينا بالكلام ده، طب اشمعنى لما بيكون في بيني وبين شخص دين مثلا او حاجة امرنا في الاسلام ان احنا نكتتب علشان حفظا للحقوق، لان انا مش ضامن حتى لو كان الشخص ده. لا، ما هنا بقى الميثاق الغليظ الذي يعقد بين الزوج والزوجة او بين العريس والعروسة، ده اعظم حمايه لو عمل به الزوج وعملت به الزوجه. لكن الغريب ده اللي انا بديله دين، انا بضطر احمي ديني. ايوه. انما ده بيتي انا بزرع فيه الموده والسكن والرحمه وحسن العشره وبناء الاولاد اللي هيجوا لي يبقى شركاء في الحياه. في فارق ما بين الدين الخارجي ان انا سلفت واحد 1000 جنيه ولا 2000 جنيه وبين شريكة عمري في البيت او شريك عمري في البيت. ايوه. ده نوع وده نوع. طب خليني برضو مكان يعني اهل الزوجة. ايوه. طب ما انا يعني طبعا في الايام دي ما فيش حاجة اسمها العريس بيجيب لوحده المنقولات. لا، لازم فيها مشاركة. طب انا دلوقتي جايبة لبنتي مثلا اجهزة بالشيء الفلاني. نعم. وظاهريا في البداية والولد طيب ومن أسرة طيبة وكلام ده كله إذا أحسنت الاختيار من الأول في شاب طيب يرعى الله في ابنتي ومن أسرة ترعى الله في هذا النسب، لا أخشى على بنتي ولا على عفشها. طب افرض الشيطان دخل، يعني كان طيب وابن حلال وأحسنت أنا الاختيار، وجا فترة كده شيطان دخل فقال لبنتي يلا مع السلامه، قالت له طب انا الاجهزه والحاجه والنص العفش انا جايباه، قال لها مالكيش حاجه عندي. لا، هنا بقى دور الاسره. لابد للاسره ان تكون قويه ذات هيبه واحترام مع هذا جوز البنت. ده مهم جدا على فكره، يعني ما نكسرش كل الحيطان او كل السواتر اللي بينه وبين جوز بنته واهلها. لابد ان تبقى في ساتر احترام يقدر من النسب الجديد ويحفظوه معي. احنا هنا خففنا من قيمة الاحترام المتبادل بين الناس بعضهم البعض، وعلى رأسها احترام علاقة النسب الجديد اللي اخذ بنتي. طب احنا